ست وصال، عدم المؤاخذة، أنا فيني أفتح الخزانة؟ إيه؟ بس بدي أعرف شو بده يجيب الجزدان للخزانة؟ ولك هذا جزدان مو فارع يا عم طلعات. إيه بعرف والله بعرف، بس يعني عم أقول لحالي إنه بلكي حدا حاطه بالخزانة ونسيان. دوري على كيفك، تفضلي. شكرا. ما في شيء، ما لقيته، ما لقيته. يعني أنا فيني دور بأوضة الضيوف. شو عليه؟ دوري كمان بالمطبخ وبيت المونة مثل ما بدك أم طلعة، دوري دوري. تسلمي لي، شكرا. وشو كان بده منك الباشا يا حضرة الشاويش؟ لك عم بسألك شو كان بده منك الباشا؟ ماشي، رح نحكي. أنا لما بسألك بتجاوب، احكي لي شو؟ خلص رح نحكي سيدي، رح نحكي. شو؟ هات شو؟ طلب إيد بنتي بده يتزوجها، يعني بده يصير صهري. شو عم تقول؟ بنتها؟ إي نعم. وهذا الشيء كمان في مخالفة للأنظمة والقوانين حضرة اليوز باشي؟ لا لا، مو مخالفة للقوانين حضرة الشاويش، بس يعني هو أنا وحدة من بناتك بده؟ الله يسلمها الكبيرة فتحية. شلون شلون عمي شاويش؟ شلون فتحية؟ فتحية؟ لا ما بيصير، ما بيصير يا عمي شاويش، اوعك، ما بيصير يتجوزها الباشا أبدا بنوب، اوعك. صلي على النبي. شباب شبك كأنه ركبك بيت عفريت وارتخوا عصبك وعم تاخذوا تحطيم. أخي فهمني أنا، اللي صار الشرع ما بيسمح فيه والقانون ما بيسمح فيه، ما صار شيء، كله بده يصير على سنة الله ورسوله، حرام. مظبوط كلامك، ما فيها شيء، بس بنتك موافقة تتجوز هذا الختيار المكحكح. اسمعي يا حضرة اليوز باشا، نحن عيلة بتحترم حالها، ونحن أبا عن جد ما عندنا حرمة إلها رأي، الرأي والشور للرجال وبس. لك ما بيصير هذا الحكي يا حضرة الشاويش، ما بيصير. لا شو فكر الشغلة على كيفك وكيفه ولك؟ لك ليش عم تغلط بحقي على صوتك علي؟ أنا بشو غلطان؟ أنا ما عم بغلط معك، بس بالشرع والدين مو لازم تستشيروا البنت؟ لازم تستشيروها ولا لا؟ قل لي لشوف. بلا لازم استشيرها، وأنا الله وكيلها بدي أخذ رأيها يا سيدي. ها؟ وهي أكيد ما رح تقبل. شو ها؟ أكيد هي ما رح تقبل. انت شو عرفك وليش عم تحشر مناخيرك بالنص؟ انا لانه انا بحبك انت حضرة الشاويش كثير. انا بحبك حضرة يوز باشي، هذا اولا. وثانيا انا بحس انه هي بحاجه لواحد فتحية، لانه مقدره، بحاجه لواحد مقدر وفهمان وبحبها كثير، مو واحد يشتريها بالمصاري. والله مزبوط، انت عم تحكي صح. ومثل مين هذا الواحد يعني؟ مثلي انا؟ اي والله مثلك انت. شو ها؟ طول بالك عمي شاويش، هدي حالك، روّي شو هاي عملت لك انت؟ انا يعني موضوع عمي شاويش. نعم. ونحن هلا انت مثلا هذا نحن عم نحكي بالشرع، لازم تسأله، انا هذا اللي طلبته، اسأله وبعدين حاكيني. مظبوط، والله عداك العيب يا سيدي. لك عم تفضل، تفضل حضرة الشاويش، تفضل. الله يعافيك، شكرا. اي أيوة والله. ياخذها مني الباشا، لك ما فشل. وهي دورتي بكل البيت يا عم طلعت، حتى المطبخ والحمام وبيت المونة، وما لقيتي شيء. يعيب الشوم منك، والله معك حق، بس أنا يعني عم أقول لحالي يمكن سالت مني بالطريق مثلا وقت اللي طلعت من عندكم. يمكن يكون سالت منك بالطريق، بس على كل حال الله بيعوضك بإذن الله. إيه إن شاء الله يا رب، إن شاء الله إن شاء الله. هو بتعرفي هذا الجزدان هدية من أمي الله يرحمها، مشان هيك أنا زعلانة عليه شوي. الله يرحمها، معلش تقبريني أم طلعت، الله بيعودك بكرة. أي والله أي، يا رب الله يعوضني، شو بدي ساوي؟ يلا لك، عذبتك معي تقبريني، لا تواخذيني. عذابك راحة ولو، البيت بيتك، نحن أهل. والله وأعز، وأعز إن شاء الله. يلا
خاطرك. الله معك، الله معك، الله معك والقلب داعي لك. على أمان يا فرعون.